مسلسل. وصلنا لفقرتنا التالية لليوم، حيث يعد الرسم أحد أقدم الأنشطة وأكثرها أهمية بالنسبة للأطفال، فهي وسيلة للتسلية والمتعة وتنمية مهاراتهم العقلية، وأيضا يعتبر علاجا نفسيا وسلوكيا، يزيد ثقتهم بأنفسهم وينمي ذكائهم، وهي طريقة ليعبر بها الطفل عن مشاعره واحتياجاته. وقد أكد الخبراء أن عقل الطفل يكون غاية في النشاط عندما يعبر عن نفسه من خلال الرسم، كما يساعد على تنمية عضلات يديه وأصابعه، ومع تقدمه في السن يكون لديه سيطرة أكبر على القلم، وسيبدأ في إنشاء تفاصيل أدق وتتطور قدراته بين اليد والعين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا لليوم ريم الحايك، مديرة مرسم شغف، وأيضا معنا هيا طالب من مؤسسة حدودي السماء. بداية بدنا نسلم على ريم، وأهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يمكن قبل ما نقدم هيدي المقدمه شفنا كليب ايضا بخص المرسم شغف اللي عم نشوف فيه لوحات لاطفال، يعني كان مميز شوي، فيه الوان كثير حلوه. خلينا نحكي معك ريم عن المرسم وعن الرسومات. تمام. هلا نحن بلشنا بال 2017 فكره مرسم شغف. شغف يعني هو الحب النابع اللي بيلامس شغاف القلب. اي شيء، اي عمل ما فيك تبدعي فيه او تنجزي فيه بشكل جميل الا بالشغف. طبعا هي حول تسميه المرسم. اشتغلنا مع كافه شرائح الاطفال واليافعين بهذا المعرض، بالذات معرضنا الثالث بالمركز الوطني للفنون البصرية، دائما بيحتوي فعالياتنا. قدمنا معرض دمج ما بين أطفال أصحاء وأطفال ويافعين من ذوي الإعاقة. طبعا كان معرض كتير مميز، يعني تفاعلت فيه الأعمال الفنية بشكل كتير رائع. كان الشغل مو مع بعض، ما اشتغلوا مع بعض هن، انما دمجناهم بالعمل، ولكن دمجناهم بالمعرض فقط لحتى نشوف بس ردات الفعل الاوليه لنبني خطوات مستقبليه ان شاء الله. نعم، يمكن رمينا عملية الدمج اللي قمتوا فيها، يمكن عملية خلينا نقول مو غريبة، عملية هيك نوعية شوي. نحن بنعرف عملية الدمج بتقوم بين الأطفال الأصحاء وأطفال ذوي الإعاقة من خلال فعاليات على أرض الواقع وماراثونات عم تقوم فيها، ولكن المعرض الفني كان فكرة جديدة، خلينا نقول فكرة جديدة خلقت من جديد. بدنا نشكرك، ننتقل لك هيا لنحكي. قمتوا ببازار، يمكن هذا البازار ايضا كان في ترابط بينكم وبين شغف. خلينا نشوف ونرجع لك. بازار كتير حلو، بازار الفرح معروف طبعا بالشام كلها. نحن منتجاتنا مثل ما يكون شايفين عندنا ألبسة نسواني، في عروض كتير كويسة خاصة على الغذائيات وعلى الألبسة، وكلها بضاعة وطنية، بس كلها شيء ظريف منتخبة، وبس عاملين يعني أرباح بسيطة. يعني دائما احنا متعودين على البازار يكون كل فترة بيعمل أسعار حلوة، ودائما متعودين أنه يكون في شغلات كتير حلوة مميزة. كلها تمام والحلو، عروضات كتير حلوة. ايه أكيد طبعا، إقبال حلو والأسعار حلوة، وندعي العالم كلها أنه تجي لعنا. أسعاره كتير مقبولة بالنسبة للسوق، وفي تشكيلة كبيرة يعني من الألبسة من الإكسسوارات حتى الغذائية، تشكيلة كبيرة مع أسعار كتير رخيصة.
بازارات عم تشهدها سوريا، اكيد بازار الاب تاون، واكيد رح نحكي عن بازارك الخاص يلي كان بشغف نيرمين. يمكن بازار صحيح. شغف كان غير البازار يلي شاهدناه، ولكن من ضمن فعاليات البازار. تمام. قبل هيا صباح الخير عن جديد. قبل ما نفوت بنشاطاتكم الاخيره، انت حضرتك من حدود السماء، من مؤسسه حدود السماء، خلينا نعرف اول شيء المشاهدين عنا وشو مجالات عملكم. أنا أنسة التوحد بمؤسسة حدود السماء، نتعامل مع كافة أطفال ذوي الإعاقة من كافة نعم. قديش لكم تقريبا ومجال عملكم هو بدمشق ولا لا امتدت ولا لمحافظات ثانية؟ لا، مجال عملنا بدمشق فقط حاليا. تمام. يعني فكرة يمكن نحن شاهدنا هلا بازار من نوع خاص، ولكن بازاركم كان ايضا مميز مثل المرسم يلي تبع الان سريم اللي هو شغف، ويمكن انت كان قدمتي هذا البازار او هدول الستاندات او هدول العروض كلها ضمن شغف، يعني في هدف كان معين، في رسالة انتم الاثنين حبيتوا توصلوها بشكل مترابط ومتكامل. نحكي هيا الان سريم وفريق اشتغلوا مع الاطفال، بس كانت بمساعدتنا طالما اكيد لأنه هن اطفال ذوي اعاقه، نحن اللي ساعدناهم وكنا معهم. بس مهم يمكن هذا التشبيك يصير بين عده جهات. طبعا لازم جهات. طبعا لازم. ايه اشتغلوا اعمال يدويه واللوحات اللي كانت بالمعرض، ومبارح كنا عارضين لهم اياهم بالبازار. نعم. يعني بنرجع لعندك ريما، خلينا نحكي شوي اليوم قديش مهمه هي النشاطات تكون موجوده بالمجتمع، يمكن قديش مهم نفعل يمكن الشراكات مع عده جمعيات لحتى نوصل يمكن لنتيجه. يمكن عملنا كثير نشاطات قبل وصلنا لنتائج حلوه، لنوصل لنتائج احلى بعد. تماما. هلا مبدا التشاركيه كثير جميل وكثير بيعطي ابعاد رهيبه، يعني احنا مو بس مع مؤسسه حدودي السماء، هذا العمل اللي نحن قدمناه على مدار اسبوع، يعني احنا شاركنا بثلاث فعاليات تحت اسم الفن للجميع خلال هذا الاسبوع. اول فعاليه بدار الاوبرا عرضنا برومو عن شغلنا مع الاطفال ذوي الاعاقه واليافعين منهم. نعم. برومو كان كثير مميز عن طريقه شغلهم للاعمال اليدويه وهن حكوا فيه. الفعاليه الثانيه كانت يوم الثلاثاء بالمركز الوطني اللي هو المعرض اللي شفناه قبل شوي. الفعالية الثالثة اللي هي كانت مبارح بازارنا بمقرنا بمرسم شغف بالأب تاون، كان التشارك يعني على مستوى الأب تاون والمركز الوطني ومؤسسة حدود السماء وجمعية الندى، يعني كلياتنا تفاعلنا مع بعض لحتى تطلع هاي الفعاليات. نحن لحالنا كمرسم شغف ما فينا نعمل شيء، او مكان واحد لحاله ما فيه يعمل شيء، فهو العمل الجماعي هو المؤثر، هو المؤثر الاكبر باي نتيجه فعاله. اكيد. وكثير حلوه هيدا الروح يلي انت عم تحكي فيها، انه نحن لازم نتعاون لنحن نطلع شيء حلو. طبعا. هيا خلينا نحكي دائما الاطفال، اطفال التوحد او اطفال ذوي الاحتياجات، ما بدنا نقول الاعاقه، الاحتياجات الخاصه، لهم تعامل خاص، يمكن ممكن لهم شيء هيك خاص فيهم، هل لقيتي صعوبه بالتعامل معهم؟ وهل كانوا يعني مبسوطين مع ذويهم من العالم يلي عم يلتقوا فيه اللي ما فيهم شيء؟ طبعا واجهنا صعوبات جدا يعني، بس الحمد لله كثير كثير كنا قادرين انه نتخطى هي ونضبطهم. طبعا يعني في منهم ما تقبلوا اول شيء المكان اللي هن فيه، على عكس الثانيين الاطفال الثانيين هن كثير انبسطوا، كثير عبروا عن حالهم وكثير اشتغلوا حلو، كانوا كثير مبسوطين انه هن عم يرسموا وعم يشتغلوا اعمال يدويه، يعني في هيك وفي هيك، بس الحمد لله يعني انه مع الكل فريق. نحن كنا من حدود السماء انا والانسه ايناس والانسه ريم، كل حدا قادر انه يضبط مجموعه معينه، يعني حلو. قسمنا على بعضنا واشتغلنا كلياتنا كفريق، وفريق شغف يعني جدا جدا كانوا متعاونين معنا وكثير تقبلوا هي الفكره وكثير كانوا مبسوطين، لانه هن يمكن للمره الاولى بيشتغلوا مع اطفال ذوي اعاقه، فالحمد لله كل شيء كان تمام.
الحمد لله. يعني هي لما نحكي نحن عن اطفال ذوي الاحتياجات، نحن هيك دائما بنحب نسميهم او حتى ذوي يمكن ذوي الهمم، لهم معامله خاصه بتكون طبعا. يمكن اكيد حضرتكم عم تتبعوا، ولكن الاهل كمان حتى نشجعهم ليجيبوا اولادهم لندمجهم بالمجتمع، كمان بيكون يمكن في طرق معينه للتواصل معهم، كيف عم تتواصلوا معهم؟ نحن بهي بمبادره الفن للجميع، الاهل كثير كانوا حابين هي الفكره وجدا تعاونوا معنا، يعني هن كانوا حابين انه اولادهم يطلعوا من جو الروتين اللي هن عايشين فيه ويشتغلوا بشيء ثاني، حتى انه لما انتهت المبادره فورا قالوا لنا انه يعني نحن بدنا شيء ثاني باقرب وقت وباسرع وقت، وكثير تعاونوا معنا الحمد لله. يعني هن يجيبوا اولادهم كل يوم الصبح لعيون هن ناطرين قبلنا وواصلين من بكير وعم يستنوا جدا، بس شوي الاطفال يعني اكثر من حدا ممكن ما كان كثير متقبل هي الفكره، بس على البعدين مثل عبد الحميد شفناه بالمعرض حدا خجول كثير وما كان متقبل اي حدا فينا، بس بنفس الوقت لا لما نتركه لحاله منلاقي الا هو لحاله ترك المكان اللي قاعد فيه واجا هو اشتغل معنا رسم وقدم وكانت لوحاته جميله جدا، يعني حتى بالاعمال اليدويه عمل شيء كثير حلو. حلو. يمكن عملية تشجيع بيقوم فيها الأهل وأنتم بدوركم بتكملوها مع طبعاً. الأطفال يعني دور كتير كبير عم تعملوه تجاه أطفال، وهذا خلينا نقول عمل إنساني بحت، يعني خاصة أنه نحن عم نقدمه لأطفال بدون مقابل، هدفنا فقط تنمية هدول الأطفال لدمجهم بين الأشخاص الأسوياء والأصحاء. ريم، في فكرة معينة كانت من شغف اشتغلتي عليها غير فكرة الدمج، يمكن كان في فكرة معينة لعندك لأفكارك أنت لتوصلي رسالة لجميع اللي بده ينزل يشوف شغف، شو كانت فكرة ريم؟ فكرة شغف بشكل عام هو يعني ندخل الأطفال للحركة التشكيلية، إنه دائما طفل مهمش ما في احترام للوحته بصراحة، يعني دائما العمل الفني تبع الطفل أهله بالبداية ما كانوا محترمين عمله، بس لما صار يطلع منهم شيء، لما صاروا ينعرض لهم بمعارض وبأماكن وصالات عرض كثير مهمة مثل المركز الوطني، كثير انفتحت لهم أبواب وانفتحت لهم آفاق كثير حلوة، وتعززت شخصيتهم وتعززت ثقتهم بنفسهم، حتى أهليهم وثقوا فيهم وآمنوا بأولادهم أكثر. من هون يعني نحن انه دخولهم للحركه التشكيليه انه هن المؤثرين، فنهم الفطري والعفوي هو الاهم، هو الاهم من اني انا اقعد لقنهم، اني اقعد اعلمهم مثل اني اقعد احفظهم شغله لحتى ينسوها بعدين، لا نحن ما بنشتغل على هذا الاسلوب، بنشتغل على فكره انه الشيء اللي جوات هذا الطفل بيطلع بس من خلال العصف الذهني، من خلال الحوار، من خلال الحب اللي عم يتقدم له بمرسم شغف، عم يطلع هذا الشيء بلوحات. صحيح. يمكن ريم هذا الشيء اللي او القيمه اللي عم تحاولوا تزرعوها هي كثير نبيله، نحن ذوي الاحتياجات دائما بنقول يمكن بدهم بنحاول نقدم لهم رعايه مجتمعيه، ولكن اليوم انتم عم تركزوا على المواهب اليوم وتنميتها، اكيد تشكروا على هذا العمل وبدنا نتمنى لكم كل التوفيق. بدنا نشكركم ريم الحايك مديره مرسم شغف وايضا هيا طالب من مؤسسه حدودي السما، شكرا كثير لكم. كل الشكر لكم وموفقين بجميع اعمالكم واهلا وسهلا فيكم.